ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہر کتاب کے شروع میں دعا پڑھتے ہیں، اور بزرگوں کے ہر کام میں اللہ نے بے انتہا برکتیں، بے انتہا انوارات رکھتے ہیں. آئیے ہم سب بھی دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا العلم ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الفن ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا فلا شارح الا انت. اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا فلا منور الا انت يا عزيز يا لطيف يا عزيز يا لطيف يا عزيز يا لطيف لا حول ولا قوة إلا بالله 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 يا عليم يا خبير يا عليم يا خبير يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم يسر جميع أمورنا اللهم يسر جميع أمورنا اللهم يسر جميع أمورنا اللهم بارك لنا في درسنا ودراستنا اللهم بارك لنا في درسنا ودراستنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لمطالعة هذه الكتب اللهم نور قلوبنا ونور قبورنا يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك
انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اجعل حبک وحب نبیک صلی اللہ علیہ وسلم وحب القرآن وحب الاسلام وحب الصحابة رضی اللہ تعالی عنہ احب الاشیاء الینا اللهم اجعل عونك وتوفيقك خير رفيقنا في جميع أمورنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي ليالينا وفي نهورنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا اللهم بارك لنا في هذا الكتاب اللهم بارك لنا في درس هذا الكتاب وفي دراسته آمين آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اچھا بھائی، اب کوئی ساتھی آپ میں سے اس کتاب کی عبارت بھی تھوڑی سی پڑھ لے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول هو الحمد للہ افتتح کتابه بحمد اللہ بعد التسمیت اتباعا بخیر الکلام و اقتداء اتباعا بخیر الکلام اتباعا بخیر الکلام و اقتداء بحدیث خير الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فإن قلت حديث الابتداء مرويا في كل من التسمية والتحميل فكيف التوفيق؟ قلت الابتداء في حديث التسمية الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي وفي حديث التحميل على الإضافي أو على العرفي أو في كليهما على العرفي بس. الله شريد يأج بدھ کا دن ہے اور اس دن جو کام شروع کیا جائے اللہ اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، پر تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دیتے ہیں. تو آج ابتدا ہو گئے الحمدللہ، کل انشاءاللہ پھر باقاعدہ سبق شروع کریں گے.